فيها شوية مرورة بس كمان فيها شيء من البخور، فيها شيء من الشيء القديم. بنصحك. التلج اللي كنا نحن نعرفه لما كنا أولاد صغار أو بيخبرونا عنه أهلنا وجدودنا، ما عاد عم نشوفه إلا ما ندر بهالكثافة وبهالكبر وبهالقوة. ولكن فينا نقول إنه بعد عكار منا متأثرة مثل باقي مناطق، منا متأثرة بشكل حاد بالتغير المناخي، لأنه بعكار لم يزل فيه ثروة حرجية كبيرة، وتقريبا جزء كبير من رئة لبنان الحرجية هو موجود بعكار. نحن هون بغابة المرغان، تقريبا راحت نص غابة المرغان راحت بالحريق. الشيء الإيجابي إنه قدرنا نحافظ على النص الثاني. لحسن الحظ إنه الطبيعة أحسن منا، الطبيعة بتعرف ترجلج وتظبط حالها. أنا أنطوان داهر، بحب الطبيعة والبيئة. هيدا مش تعريف ولكن هيدي صفة يمكن. أنا حاليا من مؤسسين مجلس البيئة اللي هي جمعية عمرها 30 سنة. لكن كيف عم يطلع السنديان؟ هيدا السنديان اللي بيسموه بكتير مناطق بلوط كمان. بين السنديان والسنوبر في علاقة صحبة وغيرة وحسد ومنافسة، في تنافس كتير قوي، بيتنافسوا على الضوء. لما كان في شجر سنوبر عالي السنديان ما يقدر يعلى، لما راح احترق الحرش السنديان بيطلع بسرعة تيسبق السنوبر، تيحاول يسبق السنوبر. في عنا ظاهرة بنسميها نحن الشوشة، نقول طلعت الشوشة. هلأ من وقت ما صارت الحريقة صرنا منشوف الشوشة بس فقط بهيدا النص الأخضر، هنيك بطل في شوشة. هيدا الهواء الشرقي اللي بيجي جاي من الشرق. الشجر الموجود بوادي عودين بشد رطوبة، بتعمل هالغيمة البيضاء اللي بتغطي الجبل وبتعطي هالخيطان بتنزل بين ثنايا الجبل. هون منشوفها بالمنطقة اللي بعد فيها شجر، وليكو هون المنطقة اللي ما فيها شجر ما فيها، يعني ببطلش رطوبة تنزل على الوادي. معودين على الهواء الشرقي اللي هو هواء ناشف، بيجي كتير مسقع ولكن كتير ناشف، وهالهواء الناشف بيشيل رطوبة من البيوت، بيشيل رطوبة من صدرنا من الهواء اللي متنفسه، كتير مفيد صحيا. يعني هاي المنطقة اللي نحن فيها هيدي بده يجيها، عم يجيها حاليا الهواء مرطب لأنه بطل فيها شجر اللي ياخد رطوبة. قد ايه هذا بيأثر إن كان على البيئة تبع الغابة هون وإن كان على صحة الإنسان. هيدا اللي بيطلع دايما حد السنديان واللي هو الزكبة أو الزيتون البري. كتير أحيان ناس بيفكروا سنديان ولكن هيدا الجدو تبع الزيتون تبعنا. هيدا ما تبقى من هالشجرة الضخمة أو هالشجرتين الضخمين لحد بعضهم اللي احترقوا. كل الشجر هون اللي احترق انشيل. هل انه كان لازم ينشيل؟ هل انه كان لازم يبقى؟ كونه احترق، وجود هالهياكل الواقفة بتخلي أول شغلة انه الطير يرجع شوي شوي، بتبلش ترجع الحياة على هيدي الغابة، الحياة البرية على هيدي الغابة. لما عم نشيل هالشجر عم ناخده عم نطلعه برات الغابة، عم نخسر الغابة قيمة غذائية كتير كبيرة. يعني بالمطلق نحن منا ضد قص الشجر، ولكن بهيدي الحالة اللي صارت هون هيدي استفادوا منها تجار الحطب، وبالأساس الفقير ما معه منشار على مزود ولا عنده كاميون يقدر ينقل فيه. صار انجرافات كتير قوية وقت الشتاء القوي. الشجر كان يهدي التربة، كتير كميات تراب هائلة وكميات صخر رجعت نزلت لتحت. هيدي نبتة القصعين نحن بنقلها لقويسة بمناطق بيقولوا لها المريمية. هيدي كتير ريحتها طيبة وكتير لها فوائد طبية، من أهم الأعشاب الطبية بلبنان. هيدي بتفيد للجهاز المناعة، بتفيد للجهاز التنفسي، بتفيد كمان للمغص. موضوع التشجير بدنا ننتبه له كتير، مش دايما شغلة مفيدة، مع انه هو التشجير بيصير عن
قلب طيب، واجمالا الناس دغري بتفكر حريقه بدنا نشجر. لازم نغير شوي هالريفلكس هيدا ونقول حريقه بدنا نحمي. ياي ليكي هون، ليكي هالسنوبرش، مع ان هون بموقع على راس التله بيجي هوا كثير. ليكي رفقاتها هون هون هون، بس هون في عنا شيء على القليلة 20 شجرة إذا مش أكثر بين هونيك، يمكن في شيء 30 شجرة صنوبر زرعتهم طبيعة. في هيدي يبسة، بس لو نحن زرعينه كنا بدنا نشوف هون 15 وحدة يبسة. من أنا وصغير كان عندي هوس إني أطلع راس الجبل وبعده. نحن هلأ ببرج البيئة اللي تعمر من 25 سنة، هو أول برج بلبنان لمراقبة الغابات. وبذات الوقت بهذا البرج بيصير في حراسة بفترة حراي الغابات، بيصير في حراسة مستدامة 24 ساعة. هيدي النقطة بتكشف لأعالي كرمشباط من جهة الجنوب، لسوريا لجبال العلوية من يعني وادي النصارى من جهة الشمال. لما نحن منغير بطبيعة كبيرة يعني بمساحة كبيرة، منغير الغطاء النباتي منستبدله بغطاء تاني، هيدا بده يعمل نتائج على عدة شغلات. يعني بده يصير في خلل إجباري إلزامي، بده يصير في خلل بالبيئة. شو هالجو؟ نحن هون موجودين بمنطقة كرمشباط بعالي عكار، أو اللي قلت لك بسموه ريد سيدر الأوكسي سيدر، وورقها شوي بيحمر، بصير بني بيحمر وفيها الحبوب الحمر وبتطلع حد الأرز. هلأ هون طالع حد الشوحة، مش هناك كانوا يسموها أرز أحمر، فينا نستعملها بالطبخ. الأرز بتبقى رايحة، إذا كانت صغيرة بتبقى مجنونة رايحة هيك 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 هيك، مثل واحد عمره 14 سنة 15 سنة مراهق بيروح بكل اللي أنا. لما الأرز بتكبر تصير رايقة، تصير تروح هيك بالعرض، بتكلها ضربة على راسها، راسها عطول راس الأرز بعمر معين بس تصير تروح بالعرض، بس بتفوت بالحكمة. بسموه شاتون، بتطلع شي 15 إبرة 20 إبرة من زيت النقطة. هالتنوع اللي عم نشوفه هون مثله وأكثر كان فيه بغابة المرغان اللي احترقت اللي شفناها. في عنا 3 أنواع للذئب فينا نشوفها، إكسيلسا وهديك للذئب فوتيديسيما، والتحت للذئب أوكسيسيدر. بكل لبنان بكل المناطق في للذئب، يعني هو الشجرة الوحيدة بلبنان اللي ملاقيها فوق 2000 متر. بعدين حبتها لما بتكون مستوية فينا ناكلها. ضروري يكون في تنوع، هيدا التنوع البيولوجي اللي بيعطي قوة للغابة. لما بتكون غابة من صنف واحد مهددة، بتبقى مهددة دايما، مهددة بالمرض، بيجي مرض بيقضي عليها كلها سوا. لما بيكون غابة في عدة أصناف، هالأصناف بتساعد بعضها، لأنه المرض اللي بيضرب هذا الصنف ما بيضرب هيديك، وبيقدر هذا الصنف يساعد هيديك. كفر